تعرف تتكلم عربي ولا لسه ما عرفتش حاجه خالص؟ سيدي في صعب بالنسبه لي. شكرا شكرا شكرا. ميرسي بوكو ميرسي بوكو. كله كويس، كله تمام، كله تمام، كله بدا يبقى عربي شويه. بتنزل قبل طبعا الكورونا، هل بتنزل كنت تتمشى في الشوارع بتشوف القاهره ازاي؟ بحب اتمشى في شوارع القاهره. القاهره مدينه رائعة وفيها حاجات رائعة الواحد يحب يتفرج عليها، فإن 24 ساعة في 24 في حياة، مدينة ما بتنامش، في صخب دائم وفي إشارات كتيرة وزحمة، ودي حاجه انا شايف ان حاجه رائعه احب اتفرج عليها واحب انزل اكتشف المدينه. نزلت طبعا اتفرجت على مدينه القاهره واكتشفتها شويه، وانا شايف مهم جدا لما يكون اي شخص يسافر بلد ثانيه لازم يحتك بالثقافه بتاعه البلد دي ويحاول يكتسب منها بعض الحاجات الايجابيه، خاصه اللي بيشتغل في مجال كره القدم. من الواضح من جسمك ان انت ما بتاكلش كتير، او ولا ليك طريقه معينه في الاكل؟ هل شفت الاكل المصري؟ انا عارف ان في مصر بناكل كويس جدا. بناكل كتير كلت حاجات كتيره جدا في مصر، بس بحاول ابص ما باكلش كل حاجه بصراحه عشان بحاول احافظ على وزني. مش كل حاجه قدامي باكلها، بس بحاول قدر الامكان اتذوق الاطباق المصريه. اكلت ايه بقى؟ حاجه تقدر تقول حاجه؟ المفروض عمرو محب طبعا يعني هو اللي يقول لنا كمان. بحب اكل الفاكهه، والفاكهه في مصر حلوه قوي. الفاكهه في مصر رائعه. دي رز بلبن. رز بلبن. دي رز بلبن. رز بلبن. رز بلبن. انا اكلت الحمام ما حبيتهوش قوي. الحمام ما حبيتهوش. بحب اللحمه المصريه، اللحمه المصري حلو قوي، طعمها حلو. لحمه اتس ايزي. لحمه 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 لا مش لخمه. لحمه لخمه لحمه لخمه. اوكي خليها لخمه. محشي صحيح. ديد يو ايت محشي؟ يو نو محشي. محشي ده اون فوا كو فوز ايم اون ايجيبت فوز ايم بيان. لاحظ في مصر بتحبوا الاكل قوي. يعني مش عايز اتكلم عن بلدي بقى، يعني فاهم؟ زي ايطاليين. ايطاليين بيحبوا الاكل. طبعا طبعا في مصر بتحبوا تاكلوا ايطاليين. احنا بنحب اللخمه. اوماج لا فيوند. لحمه لخمه. لحمه محشي. محشي 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 سهله اهي. ملوخيه. ملوخيه. ديد يو ايت ملوخيه؟ يعني كلت ملوخيه؟ سي كوا سا. وي 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 وي. حلوه ولا ما عجبتكش؟ جود جود جود.